مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، ومساء الفل على حضراتكم، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأهلي الليلة. أطمنكم بسرعة على النادي الأهلي. إن شاء الله النادي الأهلي هنشوفه بكرة أخيرا بعد طول غياب قدام الجونة إن شاء الله وأمام الجونة إن شاء الله في الخامسة مساء. أقول لكم القائمة اللي اختارها فايلر بسرعة، 22 لعيب في مواجهة الجونة أو في معسكر الجونة بكرة إن شاء الله. علي لطفي وإكرامي والشناوي، احمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، محمود وحيد، حسام عاشور، وعمرو السليه، وديانج، وليد سليمان، واحمد الشيخ، ومجدي قفشه، جونيور اجاي، رمضان صبحي، جيراودو، حسين الشحات، مروان محسن، ووليد ازارو. دول 22 نجم في اختيار فايلر لمواجهه الجونه بكره ان شاء الله. يكون في 18 لعيب، اكيد في اربع لعيب هيستبعدوا بكره من القائمه للمباراه. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، وحشنا جدا جدا النادي الاهلي، واكيد وحشكم انتوا كمان. ان شاء الله نشوفه بكره في احسن وابهى حالاته. اعتقد ان فايلر خد وقت طويل جدا ان هو يدي كل ما يملك من افكار للاعيبه النادي الاهلي. كنا قلنا قبل كده، او انا من وجهه نظري قلت ان فتره التوقف ممكن يستفيد منها اكبر استفاده، لانه في وقت قليل ورانا الاهلي بصوره جميله قوي، اقنعنا كلنا بمستوى النادي الاهلي، اقنعنا بافكاره هو شخصيا كمدرب، كلنا فرحنا جدا بيه وقلنا ان هو ممكن يبقى ليه امجاد كبيره جدا مع النادي الاهلي. تخيل بقى لما ياخد وقت اطول. دي كانت من وجهه نظري. في وجهه نظر ثانيه بتقول لا، الاهلي كان ماشي كويس وممكن التوقف ده يعني يعطله شويه، لكن ان شاء الله مش هيحصل، وباذن الله نشوف النادي الاهلي بكره في احسن حالاته. الاهلي سافر النهارده زي ما حضراتكم عارفين، ووصل الغردقه بسلامه الله. ان شاء الله الماتش بكره في الخامسه مساء. طاقم الحكام هيكون مكون من محمد معروف حكم ساحه، ومعاه يوسف البساطي واحمد ساهر، ومعاهم احمد العباسي حكم رابع. الاهلي في الكاس هيواجه بني سويف ان شاء الله. الفريق الاول بالنادي الاهلي هيواجه بني سويف في منافسات دور 32 او دور 32 من بطوله كاس مصر. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في كل البطولات اللي بيشارك فيها، خصوصا كمان البطوله الافريقيه مستنينا كلنا على يعني امر من الجمر زي ما بيقولوا. ان شاء الله يوم الجمعه يعمل مباراه كبيره جدا جدا، وقت قليل بين المباراتين، لكن ان شاء الله الاهلي متعود على كده. ما تخافوش خالص على النادي الاهلي باذن الله. باذن الله هم عارفين هم بيعملوا ايه. اربع ايام ان شاء الله تكون كفايه جدا ان هم يستعيدوا اللياقه بتاعتهم، وان شاء الله يورونا يوم الجمعه ماتش من اروع الماتشات باذن الله كمان. خلينا بس نركز في ماتش الجونه الاول. 18 نادي من الدوري الممتاز في دور 32 في كأس مصر. أقول لكم الأندية من دوري القسم الثالث في أربع فرق، و10 أندية من دوري القسم الثاني، بالإضافة ل 18 نادي من الدوري الممتاز. ثلاث أسابيع راحة للنجم الكبير حمدي فتحي بعد إجراء عملية العملية الجراحية اللي تعرض ليها في الركبة. ان شاء الله كل التوفيق لحمدي فتحي، ان شاء الله يرجع احسن من الاول. تعرض لعمليه جراحيه بسبب الغضروف او غضروف الركبه. ثلاث اسابيع اوصى بيهم الطبيب الالماني ماير، اللي يعني ان شاء الله يكون احسن من الاول حمدي فتحي بكتير جدا باذن الله. كلنا زعلنا على حمدي فتحي، لكن دايما يعني اللعيب بيتعرض كده لاصابات مش بايديه طبعا، لكن هو بقى عنده قوه ان هو يرجع بسرعه جدا. كل اللعيبه بتاعت النادي الاهلي عندها الاستعداد الذهني والبدني والنفسي ان هم يرجعوا بسرعه جدا، وان شاء الله يرجعوا كل المصابين على احسن ما يكون. النهارده كان سعد سمير، حسين السيد، صالح جمعه في تدريبات خاصه للمستبعدين من مباراه الاهلي والجونه، الى جانب تنفيذ كريم ندفد لبرنامجه العلاجي. كل التوفيق لكريم ندفد، ان شاء الله نجم كبير. كريم ندفد كان ظهر في الاونه الاخيره بشكل كبير قوي، لكن الحمد لله كريم. عرفنا ان صلاح محسن وعمار فتحي نجوم المنتخب الوطني تحت 23 سنه، والفائز عمار حمدي اسف نجوم المنتخب الوطني تحت 23 سنه، واللي توج ببطوله افريقيا كمان، تاهل لاولمبياد طوكيو، رجاله ورجاله ونص كمان منتخبنا الوطني. الف الف مليون مبروك، يستاهلوا يعني كل حاجه ممكن تتخيلوها يستاهلوها. رجاله لعبوا لاخر نفس، لعبوا برجوله واضحه جدا للجميع، حاجه كمان تدعوك انت كمصري الفخر انك تشوف منتخب تحت 23 سنه عندك، يعني حاجه جميله جدا. وكمان قدم عروض في الكوره في الفنيات، عشان بس الناس اللي بتتكلم على الكابتن شوقي غريب، اللي قدمنا في المباراه الاخيره ماتش ولا اروع من كده في كل حاجه، في كل حاجه من اول ثانيه لاخر ثانيه. يستاهلوا التتويج، يستاهلوا كمان ان هم يروحوا الاولمبياد ان شاء الله، يعملوا مباريات ولا اروع في اولمبياد طوكيو 2020. الاتحاد الافريقي طلع علينا بمواعيد جديده للبطوله الافريقيه. هقول لكم بالظبط يعني نص الخبر اللي معايا. الاتحاد الافريقي اعلن
الاتحاد الكاف اعلن المواعيد الجديده لدوري ابطال افريقيا والكونفدراليه قدام حضراتكم على الشاشه. شاهد تغيير في خريطه الطريق بدايه من الجوله الرابعه لدور المجموعات. الاتحاد الافريقي الغى الراحه في منتصف دور المجموعات والتي كانت محدده بعد الجوله الثالثه. قرر الانتهاء من تلك المرحله بالكامل في 2 فبراير. قدام حضراتكم الجدول اهو، بس طبعا هو بالانجلش يعني يا عمر. ماشي، المواعيد تعرض في الجدول الرسمي قدام حضراتكم. ان شاء الله يكون الاتحاد المصري جاهز للجديد اللي طرأ عليه في مواعيد المباريات الافريقيه اللي طرحها الكاف. يعني لازم نجهز ولازم نكون يعني عندنا المرونه. ربنا يستر. طيب، النجم الكبير علي معلول، نروح لخبر تاني. النجم الكبير علي معلول نجم الاهلي ينافس على افضل لاعب في الانديه الافريقيه، وصلاح وتريزيجيه لافضل لاعب افريقي. الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف اعلن قائمه المرشحين لجائزه افضل لاعب افريقي في الانديه المحليه داخل القاره السمراء. ضمت 20 اسم من 12 جنسيه. علي معلول ظهير ايسر النادي الاهلي كان في مقدمه المتنافسين لهذه الجائزه. النجمان الكبيران جدا محمد صلاح وتريزيجيه ايضا بينافسوا على احسن لاعب في افريقيا. اقول لكم بالظبط الترتيبات كمان: نجم ليفربول محمد صلاح ومنتخب مصر، ومحمود حسن تريزيجيه نجم استون فيلا الانجليزي ومنتخب مصر ايضا في القائمه التي اعلنها الاتحاد الافريقي للمرشحين لجائزه افضل لاعب افريقي. القائمه ضمت الرباعي الجزائري رياض محرز ويوسف بلايلي واسماعيل بن ناصر وبغداد بنجاح، ايضا حضورا مغربيا عن طريق زياش النجم الكبير اشرف حكيمي، كمان من تونس فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، وطه ياسين الخنيسي لاعب الترجي التونسي. جاريدو مدرب الاهلي السابق بدا مهمته رسميا مع النجم الساحلي بتعادل سلبي ولا ايجابي يا عمر؟ اتاكد لنا من المعلومه، لكن تعادل. هو في المركز السادس دلوقتي برصيد 14 نقطه، لكن ليه مباراتين مؤجلتين امام الترجي والنجم. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. مباراه ان شاء الله ما تكونش صعبه في الحاله الفنيه. التعادل الايجابي 1-1 كان هذه المباراه اللي قادها جاريدو كاول مباراه رسميه ليه في الدوري. تمام، جاريدو هيبدا الماتش الثاني بمواجهه النادي الاهلي على ملعب رادس في اول منافسات الجوله الاولى من دور المجموعات لابطال افريقيا. كل التوفيق للنادي الاهلي. دايما الغربال الجديد بيقولوا ليه شده، احنا كده المثل الشعبي بتاعنا. اكيد هم اللعيبه لما بتشوف مدرب جديد يعني بتوريهم كل حاجه عنده، لكن ان شاء الله النادي الاهلي متعود على مثل هذه الظروف. ياما النادي الاهلي غير مدربين، وياما شاف مدربين جديده مع فرقهم، وياما شاف روح معنويه. انتوا عارفين النادي الاهلي اللعيبه بتقابل او بتستنى ماتش النادي الاهلي يعني بمنتهى الفرحه عشان يطلعوا كل اللي عندهم، عشان عارفين ان ماتش الاهلي متشاف، عارفين ممكن الاهلي يشوف لعيب معين فبيطلع كل اللي عنده، لكن الاهلي متعود على الكلام ده وبيكون اقوى في كل حاجه، وان شاء الله يكون الاقوى يوم الاثنين ويوم الجمعه باذن الله. المجموعه اللي بتضم النادي الاهلي فيها النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. دي كانت معظم اخبارنا او كل اخبارنا اللي جبناها لكم النهارده وطمناكم فيها على النادي الاهلي. ان شاء الله تشوفوه بكره باذن الله. اكيد كلنا فرحانين نشوف النادي الاهلي بعد طول غياب بكره الساعه 5 ان شاء الله. هيكون معايا بعد الفاصل ناقد رياضي من العيار الثقيل، كرم من وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي. الدكتور اشرف صبحي اكد على تقديره لمسيره الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي اللي هتشوفوه معايا بعد الفاصل. كان من خلال مراسل الحفل الختامي لمسابقه التميز لشباب الصحفيين والاعلاميين في مجال الشباب والرياضه في نسختها الاولى 2019. الوزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي اكد على اهميه الكلمه البناءه من خلال الاعلام وخاصه الاعلام الرياضي، كلام مهم جدا، مشيرا لان الكلمه الصادقه تصل بسهوله وسرعه لمواجهه الشائعات. الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الاستاذ كمال عبد الخالق هيكون معايا بعد الفاصل.
بحضراتكم من جديد الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير الاستاذ كمال عبد الخالق في ضيافه الاهلي الليله. منور الدنيا واهلا. الله يخليك. اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب. وانتم طيبين جميعا. يعني كنت قبل ما اقدم حضرتك كلمت عن تكريم السيد وزير الشباب والرياضه لحضرتك واكد على الكلمه البناءه في التكريم. تمام. كلمني عن التكريم ورد فعله بالنسبه لحضرتك كان ايه؟ هو بفضل الله انا كان ليا تكريمين خلال 10 ايام تقريبا. ما شاء الله. والحمد لله تخللهم اداء عمره. ما شاء الله. التكريم الاولاني كان من وزاره الشباب والرياضه كمحكم في جوائز التميز الصحفي لشباب الصحفيين. تمام. والحمد لله ربنا وفقني ومجموعه من زملائي والحمد لله اخترنا الموضوعات الافضل من وجهه نظرنا بالرغم من العديد من الموضوعات كلها تستحق جوائز. والحمد لله اخترنا مجموعه من الموضوعات من وجهه نظري اللي هي بتمس التكريم قدام حضرتك وابن عرب. ده ابن حضرتك. ده كان ده احمد كمال ابني. تمام. ده صحفي سكرتير تحرير في اخبار اليوم معايا زميل ليا. فانا كنت في العمر الحمد لله رب العالمين ويعني كلفته ان هو يحضر التكريم في اجمل مكان وهو اجمل مكان في التكريم. الحمد لله. فدي برضو انا بعتبرها ربنا بيجازيني كامتداد ليا الحمد لله رب العالمين. ربنا يخليك ويخليه لك. كفي الاخبار وهو بسم الله ما شاء الله يعني جميل. البركه في حضرتك برضو. الحمد لله رب العالمين. فكانت لفته كويسه الحمد لله. اكيد. الحاجه الثانيه كان في تكريم في يوم التسامح العالمي. ده كان عن بواسطة اتحاد الثقافة الرياضية. مشكورين الزملاء برضو اختاروني من ضمن المجموعة المكرمة. كان مجموعة من الإعلاميين الرياضيين والصحفيين الرياضيين ومجموعة من السادة الأساتذة الفنانين الكبار على رأسهم الأستاذة سميحة أيوب سميرة عبد العزيز وكان الأستاذ يوسف شعبان والأستاذ سامح السريتي. فكانت احتفالية جميلة جدا في يوم التسامح العالمي. تمام تمام. أسألك سؤال بقى عن كلمة الناقد الرياضي. تمام. على مدار شغل حضرتك وخبرات حضرتك الكلمة دي اتطورت ازاي؟ مفهومها اتغير ازاي؟ مظبوط. حضرتك شايفها دلوقتي ازاي؟ نبدأ من الأول خالص. يعني كلمة الناقد الرياضي دي مرحلة بنقول مرحلة هدف لكل صحفي مننا بيمتهن مهنة الصحافة وبالأخص في مجال الرياضة. هدف. هدف. جميل. نفس المسألة بالنسبة للصحفي الزميل اللي بيشتغل في الفن. فن يعني لينا زملاء بدأوا معانا أو بعدينا أو قبلينا برضو بيوصل لمرحلة أن يطلق عليه صحفي ناقد فني أو ناقد رياضي. طبعا دي بتاخد عشرات السنين من العمر. تمام. والاحتكاك. تمام. والأداء وقلب ده كله الالتزام. الالتزام عشرات السنين. عشرات السنين طبعا. يعني لو لا 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 لو لو اي حد الناقد الرياضي لا 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 لو في العمر مثلا بتأدي خدمتك 25 30 سنه 40 سنه يعني انت كل يوم لازم بتتعلم. كل لحظه لازم بتتعلم. أكيد. انا اثناء العمره بتاعتي كان في احتفاليه لرواد لجنة الرواد باتحاد تنس الطاولة. فطبعا أنا في إيه ولا في إيه؟ لا اشتغلت وعملت موضوع ونزل في آخر ساعة رسالة جميلة جدا يمكن من أحلى الموضوعات اللي أنا كتبتها. إن أنا بكتب عن واحد عنده 83 سنة رايح لغاية السعودية بيشارك في بطولة العربية لرواد تنس الطاولة. 83 سنة. ما شاء الله. الحاج إبراهيم خطاب. ما شاء الله. حاجة زي الفل. ما شاء الله. ده كان رجل من رجال التربية والتعليم ومازال بيمارس الرياضة في نادي الشمس وله اسم ومجموعة طيبة جدا. فأنا صحفي. يعني ما عدتش الموضوع. سيبك بقى من عملية إيه ناقد رياضي والكلام ده كله. ما أنا عشان أبقى ناقد رياضي لازم أعدي على كل الخطوات دي. بالظبط بالظبط. وتعلمنا كده. بالزبط. يعني أنا بدأت الحمد لله من ايام الجامعه 74 75 دخلت الاخبار 79 80 مع الاستاذ احمد علامه الله يرحمه. يعني نمره واحد انت قاعد بتعمل ايه؟ لازم تقوم تتحرك. فين الشغل بتاعك؟ فين خبرك؟ تمام. تعلم الخبر الاول. تمام. تجيب الخبر والايام بقى والاحتكاكات والسفر وبتستفاد من الصغير
قبل الفنان الكبير. اكيد كنا بنتعلم كده وما زلت بتعلم كده. ان اصغر فني حتى بيشتغل في مجال الصحافه معايا، وده اللي علمته لابني اللي هو بيشتغل في مجال الصحافه برضه. اكيد حضرتك لغايه ما اوصل لدرجه الايه، النقد مع دراسه مع اطلاع دائم، قرايه للاخرين، اطلاع خارجي، كل الحاجات دي بتوصلك لدرجه انك انت تقعد وتنتقد الشخص اللي قدامك او الاداء اللي قدامك او الحاله اللي قدامك. اكيد طب حضرتك مش لازم تكون صح، بس مش لازم تبقى غلط يعني. طب حضرتك يعني لازم مش هنتفق، انما في اساسيات في النقد، وياما بنتعرض لردود لردود عديده. بتبقى مقتنع بحاجه اهلا وسهلا، ما انتش مقتنع بحاجه بتبقى على رايك، وتبتدي انك انت تشتغل اكتر عشان تثبت صحه موقفك. اكيد اكيد. فالنقد الرياضي ده مشوار طويل لاي منا، زي ما يقول ايه كاتب سياسي. ما كاتب سياسي جاي منين؟ هو راجل صحفي صغير تدرج في الـ في الـ في الـ في الـ في المجال دوت، من هنا لهنا مع وزير مع الوزاره مع ابتدى ان هو يكون فكره كبيره. وده الفرق بين واحد بيبقى قاعد ثابت مكانه، واحد بيطور ادائه. تمام اتفضل. تمام. امتى حضرتك بتتقل الحبر بتاعك وامتى بتخففه؟ والله عمليه التتقيل او التخفيف حسب الحاله اللي قدامي. انا اي حاجه فيها مصر، اي حاجه فيها مصر ببقى حبر تقيل قوي. الحبر بيبقى تقيل قوي، خدت بال حضرتك؟ بيبقى تقيل جدا جدا جدا. وممكن انا اخفف حديه الحاجه ديت اذا كان المسؤول اللي قدامي بيطلب مني كده، ان في عنده مبررات او في عنده اي حاجه، فانا يعني ببتدي ان انا اعالج معاه. جميل. ابتدي ان انا اعالج معاه الموقف. جميل. وفي امثله كتيره حصلت معانا في مواقف كتيره، في كاس العالم قبل كاس العالم 90، قبل كاس العالم 90 دي كانت مرحله هامه جدا في الرياضه المصريه بشكل عام. في علاقه الاعلام بالرياضه، علاقه المدرب بالصحفي، امتى تخبي المعلومه وامتى تنشر المعلومه وامتى تدوس على الشيء اللي انت عايزه. جميل. ده اتعلمناه من الكابتن محمود الجوهري. محمود الجوهري قبل الماتشين بتوع الجزائر دايما انا بقول التجربه والمثال ده. كان محتاج مباريات تجريبيه قبل الماتشين الفاصلين في نوفمبر 89 اخر ماتش كان، فكان محتاج لازم يلعب ماتش ودي او يعمل حاجه معينه حاله معينه. كان الشيخ فهد الاحمد الصباح وفر له دوره في الكويت. تمام. وسافرنا معاه. تمام. الجوهري اغلق على نفسه، وكنا 3-4 صحفيين معاه، انا كنت قريب جدا منه، اغلق على الناس كلها، يقول الماتش اللي انا هلعبه قدام مالطا او قدام جايب له منتخب الشباب الروماني وقتها 89 او منتخب الشباب الكويتي او الاولمبي الكويتي وقتها، انا هلعب مثلا الساعه 3 الظهريه الاقيه بيلعب الساعه 7 الصبح. كنت بقول لحضرتك فوجئنا بالجوهري، اتكلمنا معاه، يا كابتن ما ينفع ما ينفعش بتاع، يا جماعه انا مش عايز اوري حد اي حاجه انا بعملها. وقد كان تعظيم سلام. بتستقبله بتستقبله الحاجات دي ازاي؟ لا دي مصر، دي البلد، هو مصلحته في كده. اوكي. ليه؟ الجزائر الجزائر وقتها كان بيلم اي ورقه منك. يعني هو انت كنت متفاهمين الموضوع؟ متفاهمين جدا. طب جميل. متفاهم جدا من هذا الكلام. شفت ماتش منهم نفس الخطه حضرتك اللي كانت طبقها في مباراه الجزائر الاولى هناك. تمام. ان احنا لعبنا ضاغطين لو تفتكر اول 50 دقيقه، يعني التايم الاولاني بالكامل وحوالي 10 دقائق من التايم الثاني، هجمين يعني بنلعب كره هجوميه عليهم. تمام. ومره واحده الكلام ده طبقه قدام منتخب شباب الكويت وقتها في 89 انا متذكره. تمام. يا كابتن نكتب ايه؟ ابتدى انت عارف الجوهري بقى مش عايز يتكلم، فابتدى انا رايح المول اجيب معرفش ايه، انا هعمل ايه؟ طب لما نتعشى يا كابتن انا هكتب اللي انا شفت، كنت انا الوحيد اللي موجود. قال لي انت اتجننت ولا ايه؟ قلت له ما انا انت ما بتقوليش حاجه. قال لي لا انا هلعب بالطريقه دي يا فلان، انا هلعب اقسم بالله هذا الكلام. انا وقتها كنت شغال في جرنان يومي مشرف عليه، كانت جرنان الوفد. وما رضيتش طبعا ان انا اكتب اي كلمه من اللي انا شفته. ايوه طب يا كابتن عايز تقول ايه؟ عايز اقول كذا كذا، ان احنا بنلعب كوره ايه مقفوله وكوره مش عارف الكلام ده. هو راح طبقه فعلا 40 او حوالي 50 دقيقه انت مهاجم، وبعد كده راح قافل. كان في ادوار معينه لهشام يكن، انا فاكر الخطه دي كانت بتتلعب لهشام يكن نفسه او المعسكر ده كان نفسه على
تطوير اداء كابتن هشام ياكل فعلا. طب حضرتك العلاقه بين النقاد الرياضيين، قبل ما اكلمك في توجيه النقد عايز اخد رايك، طالما اتكلمنا في السياق المدرب وحضرتك بتتكلم في تفهمك للمدرب ودوره وهو عايز يقفل، هل في فرق بين منتخب مصر او المدرب الوطني والمدرب النادي العادي؟ هل ممكن تتقبل هنا وما تتقبلش طبعا هنا؟ مدرب النادي العادي بما معناه يعني نادي جماهيري، لا طبعا الصح صح بالنسبه للنادي والغلط غلط. تمام. دي مهمه لا بتكلم في ان انا اقفل على نفسي، مش عايز صحفيين، مش عايز نقاد، المدرب نفسه بالظبط. لا انا ضد حكايه التقفيل والكلام ده كله. انا اتعلمت كان اللي علمني كان الله يرحمه الاستاذ احمد علام في الاول خالص. تمام. وكان معايا زملاء عديدين منهم الاستاذ محمد سيف، كان يطلقنا يا استاذ احمد طب نعمل ايه؟ لا انا عايزك تروح تتفرج على التدريب. احنا كتبنا انا وسيف كتبنا ماتش الاهلي والزمالك قبل ما يتلعب في اخر ساعه، مجله اسبوعيه من خلال التدريب يا كابتن. طب هو ده نجاح لحضرتك بس مش نجاح ليا انا كمدرب. انا ما بكشفكش كان وقتها طبعا الماتش. انا بقول لحضرتك وقتها ايوه كده كمان لما يكون الناقد والصحفي كمان بالظبط مشكله بالنسبه لنا والله زي ما بقول لحضرتك كتبنا الماتش الاهلي هيعمل كذا الزمالك هيعمل كذا. شفت الاهلي يعمل كذا الزمالك يعمل كذا. تمام. حتى بالحضرتك ده شغلي. ده شغلي. النهارده طبعا هم بيقفلوا عشان الناس في صحفيين طبعا اكثر وعيا وفاهمين ومطلعين، والنهارده بالنسبه للمهام القوميه ايوه ان المدرب بيخاف ان اي معلومه بتطلع بره. فالنهارده حسام البدري مثلا عايز يقفل او اللي قبله بيقفل، كابتن شوقي اكيد بالرغم ان شوقي محترف تعامل مع الاعلاميين والصحفيين دايما بسمع لا بيعرف ان هو يتصرف وبيعرف ان هو يفك الزوجه ديت. انما النهارده انا بادي عامل حضرتك جاي القناه هنا عشان تؤدي عمل معين بالظبط، اي اعاقه او اي حاجه انت بتقف بتقول لا انا دوري كذا 1 2 3 انا جاي ان انا اتكلم برضو، اي اعاقه بالنسبه لي مش هينفع بالظبط. فانا رايح انا صحفي بروح بادي مهمتي. انما النهارده مش عايز اقول عداء او حاجه، في حرص زائد. الحرص الزائد ده جاي منين؟ ان النهارده المجال الاعلامي اتسع قوي، اي واحد مننا بيشتغل هنا وهنا وهنا والسماء مفتوحه، كل حاجه في لحظه على التليفون، كل كلمه ممكن بتتنقل في لحظه. ده غير طبعا مع احترامي لحضرتك غير الفبركه في الاخبار بالظبط. لا الفبركه دي قضيه ثانيه، انا اتكلم حضرتك الفبركه دي قضيه ثانيه. انما النهارده انا وانا قاعد صوره او كلمه او بتاع رنت الدنيا كلها. صح مظبوط الكلام. صح. انا افشيت حاجه كبيره. صح. لعيب مصاب حسام حسن برضه برجع تاني لكاس العالم. تمام. اصيب في تدريب قبل المباراه الاولى قدام هولندا، اصيب وقع والدكتور احمد ماجد طخ 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 برضه عايز اقول مش انا الوحيد، لا كان معايا زملاء بلاش كلمه الوحيد. شفته الكلام ده كله، انا كنت طالع لاخر ساعه كمجله اسبوعيه يعني بغطي اخر ساعه، وكان معايا الزميل علي البحراوي وانا مشرف على حضرتك يعني اخر ساعه لسه مع حضرتك لغايه دلوقتي. طبعا وكان الزميل علي البحر، انا كنت مشرف على الوفد وقتها. تمام. صفحه يوميه صفحتين. تمام. يوميتين. تمام. وكانت طالعه جامد. تمام. وكان معايا الاستاذ علي البحراوي معايا برضه، قلت له لا لازم تتكتب على اصابه حسام يا ده ليله المباراه، انا حاجه شايفها بعيني. خد بال حضرتك ما قلتش ان هو يعني هيستبعد، لا يتعرض لعلاج والكلام ده، وانت عارف حسام في كاس العالم كان ايه بالظبط. شايف ان يبقى في صداقه او مجال بين حضرتك وبين مدرب، ولا تشتغل شغل احترافي؟ ايه الاحسن لك؟ اللي هو شغل احترافي ان انا عايز ابقى شاطر، طب انت هتضرني. انا مش هضر مدرب انا طالما ان انا بشوف صحفي برضه. يا استاذ جمال انا اسف ان انا بقطع، الصحفي برضه هو شغلانته الشطاره ان انا اخد خبر، ان انا زي ما حضرتك بتقول حسام حسن، طب انا كمدرب مش عايز اعلن اصابه حسام حسن. انا طالما واثق من نفسي تمام، ودي مهمتي. دي مهمتي اللي انا متكلف بيها وباخد نظرها اجر وبتعامل مع ربنا بامانه. ايوه جميل. لازم انقل الصوره كامله للشارع. جميل جدا. بلا تزويق او بلا كلام او جميل جدا. لو جه المدرب قال لي لا اخفي الكلام ده، اخفيه فعلا للمصلحه. طبعا للمصلحه، ده اللي بتكلم دي العلاقه بقى ايه. أيوة ومش مع اي مدرب. انما النهارده انت ما تجيش مثلا مدرب اجنبي وانت قافل عليه جامد وما يعني خلاص انا مش هفبرك او هطلع عن اخرج بره المنظومه او الكلام ده كله، انا بقول اللي قدام.
ما تدريبات الاهلي كنا بنخشها كاعضاء لما منعوا الصحافه وكده. طب ما انا بشوف حاجات كتير، اي تدريب يعني، اي تدريب لاي نادي، والتدريب هو اساس شغلك. انا بالنسبه لي يعني اساس شغلي، عايز اتفرج على منتخب مصر لازم كنت اروح اتفرج على التدريب، ايه اللي بيحصل فيه، مين اللي عمل، مين اللي جري، مين الزياده، مين اللي زعلان. تقول حضرتك كان في حاجه بسيطه، كان في تصفيات حاجه، كان الكابتن الوحش هو المدير الفني للمنتخب، وكان الكابتن الخطيب موجود ضمن المنتخب القومي، تمام. مش عارف كنا نلعب المغرب ولا لعب، مش متذكر بالظبط ايه، واتعمل التقسيمه ابيض واحمر والكلام ده وقتها، والكابتن محمد رمضان كسر الدنيا، تمام. ولعب مع الفرقتين، حط ثلاث اجوان هنا وحط ثلاث اجوان هنا، بالفانيلا دي ثلاث اجوان. انا كتبت يعني منشط، وان الكابتن الوحش محمد رمضان ضحك عليه، كان وقتها الكابتن الخطيب ده يعني كان لازم يبقى موجود، انما الكابتن الوحش كان له معايير تانية او نظرة تانية، فقلت ان محمد رمضان ضحك على الكابتن عبد الصالح الوحش. وساعتها ما مصر خرجت من التصفيات، او يعني كانت نتيجة مش مظبوطة. بيجي لك تليفونات بقى، يعني اسف التعبير، يعني بيجي لك تليفونات لوم ليه كده يا استاذ كمال؟ طب لا بتبقى يعني بسيطه جدا. ليه المدرب او اللاعب او الاداري، ممكن المدرب يخلي مثلا مدير الجهاز يكلمني، يا سيدنا انت يعني شد علينا ليه؟ يعني جوهري كان في سكه مفتوحه مع بعضنا، تمام. انت لازم تتفلسف يعني علينا يا سيدي، انت لازم مش يعني في روح يا عم، خد بالك مننا المره الجايه، واخد بالك. زائد ان كابتن جوهري كان في جروب معين مع قبل ما بيعمل اي حاجه او ياخد قرار، انا بتكلم بامانه، كان في ثلاث او اربع صحفيين مميزين في وقتها، بنقعد في مكان ما، باخد قرار كذا، بمنع كذا، بشطب كذا، الدوري مش عارف ايه، هعمل ايه، انت اتكلم، قول رايك، ايه اللي في دماغك عشان ما تموتنيش وما تخننيش بعد كده. تقول حضرتك فكانت كده، دي علاقه، تمام، دي علاقه، تمام. حته لوم او خروج عن النص طبعا مرفوض. لا طبعا مرفوض، طبعا. لا انا بتكلم في لوم، مرفوض. اللوم اللي هو يعني لا يتعدى حدود اللوم. لكن بعض الصحفيين بيلجأوا يا استاذ كمال، طبعا حضرتك سيدي العارفين، ان انا مش عارف اخد معلومه مثلا من عبد الحميد حسن، فابدا اضغط عليه في اخبار اي كلام لغايه لما يكلمني، وبعد كده لا وتفتح معايا. ده اسلوب، شايف الاسلوب ده ازاي؟ ده اسلوب خفيف، ده في حاجات بتحصل اخطر من كده للاسف يعني، ده اسلوب طبعا مرفوض جدا. الحاجات دي حصلت من امتى او من زمان؟ لا يمكن، لا لا لا، ما فيش زمان الكلام ده. احنا كانت اسره النقد الرياضي كانت اسره محدوده جدا، حتى لو واحد من الاساتذه، ايه يا ابني اللي انت عامله ده؟ يا ابني ما يصحش كده، يعني لو في ايه؟ لو في خروج عن النص شويه، ممكن اي حد من الاساتذه الكبار او الاستاذ التاني يسقف لك، لا ده انت ما كانت كده العلاقه. كلنا بنقرا لبعضينا، انا ببص على الشغل بتاع الاستاذ الكبير عشان اتعلم منه، جميل. والكبير نفسه بيبص الواد الراجل ده رايح فين، بيعمل ايه، بيسوي ايه، الكلام ده صح غلط، وممكن يلومك، لا ده مش في صالح البلد، لا مش وقته دلوقتي، لا انت شديت. تقول حضرتك كده، جميل جميل. انا ساعات بشفق على اللي عاشوا الزمن الجميل في كل حاجه، تمام. لما بيشوفوا اللي بيحصل دلوقتي بتقابل الكلام ده ازاي؟ ما هي دي مشكلتنا. انك يعني انت النهارده مثلا انا لسه بقول لك ايه، انا رحت رحله عمره فلقيت حدث قدام مني فبعمل كذا، تمام. فطخطخ على التليفون وبتاع، ورحت بعته للجورنال بتاعي، تمام. بكل ادب واحترام الزملاء تعاملوا مع الحاجه 10 على 10، تمام. في ناس بتستخف بهذا الكلام، لا ده شغلي، ده شغلي طبعا، طبعا ده شغلي. انا عايز يوم انا اسف، اتفضل اسف. يوم كنت مسافر مارينا الصيف اللي فات، ربنا يقومه بالسلامه، كان عمرو زكي الناحيه الثانيه، ف الطريق وقف شويه، فواحد بيقول ايه ده واحد احنا كنا بنشوفه في الملعب او واحد معرفش، على طول قلت لاحمد، كان احمد كان كريم اللي معايا، كريم ابن التاني، قلت له لا لف لما اشوف، لقيت عمرو زكي وبلغته وعملت شغل في الحادثه بتاعته وقت ما اتشال. هو ده طبعا. تقول حضرتك يعني ما ان حد بقى بيلومك انت خبر صغير خبر كبير عطلت، لا ده شغلي. والوسائل كمان بس كمان اختلفت. الوسائل تطورت طبعا. تطورت للاحسن ولا لا؟ لا للاحسن طبعا. لا قصدي الوسائل الشخصيه الفرديه للصحفي،
أدواته. لا أدواته هو الشخصية. أدوات الشخصية طبعاً تطورت. في فكره. تطورت إن أنا بقيت أطلع أزيد. تمام. بقى النت. النت الإيجابي يعني. تمام. القنوات الفضائية العديدة العالمية وغير العالمية. الماتشات اللي أنت بتتفرج عليها في مختلف اللعبات وأنت قاعد. كل الحاجات دي طبعاً بتطور فكر وأداء الصحفي مننا. جميل. إنما في واحد بيبقى قاعد هو منشن على حاجة معينة وعايز يكتب عن الأهلي والزمالك. أنت إمتى تكتب عن الأهلي والزمالك؟ لسه بدري قوي مثلاً يعني. تمام. وطبعاً أنا احتكيت في حياتي العملية إن أنا شاركت في عمل عديد من المجلات والصحف والكلام ده، كانت هواية طبعاً وحاجات ناجحة الحمد لله بفضل الله، وشفت زملاء كتير. لا يا ابني لازم تبدأ، وهم اللي استمروا. اللي هم مستمرين النهاردة وعشرات بفضل ربنا، وبيتبوأوا أماكن مرموقة. جميل أوي. سواء في مصر أو في الدول العربية. تمام طول حضرتك الدور. ونسيت أقول برضو حاجة، إن أنا يعني كان أفضل تكريم ليا التكريم بتاع يوم التسامح، إن أنا قلت كلمة إن التكريم بالنسبة لي شيء عظيم جدا، إنما التكريم الأحسن إن واحد من زمايلي الصغيرين اللي اشتغلوا معايا في بداياتهم كان بيتم تكريمه. جميل. فكان هو ده التكريم الله. الاساسي بتاعه. الله جميل. طبعا استاذ علي البحرامي الوفد. انا قلت ربنا يخليك، وجيت حضرتك كل لك خبرات طبعا. ربنا يتايش. ربنا يخليك يا رب. الدور الصحفي في او علاقه الدور الصحفي بالوسط الرياضي في الاختيارات، اختار مدربين، ترشيح المدربين، بنلاقي كده الموضوع زاد قوي يعني. زاد فعلا. انا بشوفه زاد فعلا، بشوف ان في سبوت معين على حد عشان ياخد حاجه، يمسك حاجه في نادي، في منتخب، في كوره، في طايره، في باسكت بول، ايا كان. اؤكد لك ان العمليه دي فيها مبالغه جامده. مبالغه من انهي ناحيه؟ مبالغه في التدخلات الصحفيه او الميول الصحفيه للصحفي. تمام. او الميول الصحفيه للناقد الرياضي. تمام. انما النهارده انا ما اقدرش اغفل في الوسط الرياضي النهارده عندي دور مثلا زي دور الاستاذ عصام عبد المنعم. جميل. لما يقول رايي. ماشي. اعتبر حضرتك الاستاذ عصام عبد المنعم طبعا نجم كوره، نجم نادي الاهلي فتره طويله، ناقد رياضي ما يقرب من ربنا يديله الصحه طول العمر فتره طويله جدا، فعنده نظره ثاقبه جدا، راجل مطلع لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي على كل حاجة. فالنهاردة لما يكتب كلمة لازم ايه اقف انتباه عندها. كان له دور في اختيار الكابتن حسن شحاتة في يوم الايام. مظبوط. تمام. كابتن حسن الحمد لله ربنا وفقه واستمر فترة لما هو كان على رأس اتحاد الكورة وقتها. تمام. ساعتها ترك الألم على فكرة، يعني ما كتبش، يعني وقتها شبه اجازة من الاهرام، كان اتحاد مؤقت او لجنه مؤقته حاجه زي كده. احتراما لشغل. احتراما لشغل. جميل. خدت بالحركه. ومن وجهه نظره هو راح مختار فلان الفلاني. دي نظره صحفيه. تمام. رياضيه. ليه؟ راجل مطلع ومش اي واحد. خدت بالحركه. ممكن واحد له خبره طويله في المجال بيحدد والله الراجل دوت عمل واحد اثنين ثلاثه، الراجل ده الميول بتاعته بتغلب عليه في اختياراته او في حاجه كمدرب يعني، او عنده في اهواء بطول رايك. تمام. فبرضه بتأثر، بس تأثر ايه؟ بتأثر بالإيجاب اذا كان الناقد الرياضي فاهم وعنده ضمير. وعنده ضمير اكيد، دي اهم حاجه. أكيد. وفي امثله كتير يعني، الاستاذ نجيب المستجاوي كان يقول على فلان لا لا. طب في امثله عكسيه كتير كتير، انك انت بتدوس ابرزها اللي حاضره في ذهن حضرتك، انك انت بتدوس على مثلا ايه، على لعبه المدرب الاجنبي في لحظه معينه. يعني في لحظه معينه وانت فعلا ما بتبقاش محتاج المدرب الاجنبي، والعكس صحيح. ليه؟ انت بتتكلم بلسان حد تاني له غرض، ان حد يعني في اتحاد كوره هنا له غرض ان لازم يكون في مدرب اجنبي. ده الضمير الصحفي بقى لحد ما تتكلم عليه. لا يا جماعه، النهارده لازم احنا نربط الفرقه فيها مقاومات مظبوطه، زي الكابتن عصام عمل. هو شايف ان في مجموعه من اللعيبه ربنا يسهل وتكرروا، يعني المجموعه حضرتك لو استعرضت الجيل بتاع 2006 طبعا. 2008 2010 يا ريت تتكرر. وقت الحضره يعني فينا يا ريت ان شاء الله المنتخب الاولمبي ده واعد بكده. أكيد. هو شايف ان مين اللي هيوظف دول؟ لا، لازم مدرب مصري. النهارده ممكن انا اقول ايه، انا رايي انا كان لازم مدرب اجنبي،
ان هو يجي يبني حاجه جديده، يبتدي يبص ويبقى راجل شغله من دماغه لوحده دون النظر للخطوات اللي سبقت. ما احنا بس كمال كل اللي بيجي لنا حتى ما بيجيش معاه خطه 3 سنين 4 سنين سنتين حتى سنه، ما حضرتك بنجيبه خلاص واشتغل. حضرتك يا كابتن انت دايما مستعجل، يعني حتى اخر ايام كابتن محمود الجوهري كان دايما مستعجل، انما ما اشتغلش مثلا زي تصفيات كاس العالم، ما اشتغلش زي كاس العالم كاعداد وكتجهيز والكلام ده كله. اللاعب المصري وحضرتك طبعا لعيب كوره وفاهم كلامي، اللعيب المصري عايز ظبط وربط من حديد زي ما بيقولوا. ده يمكن الكلام ده كان سنه 90، اللعيب وقت حضرتك غير اللعيب بتاع النهارده. هو قانون الكوره عموما لازم يبقى فيه قانون ظبط وربط بالظبط في كل حاجه عشان تنجح. بالظبط عشان تنجح لازم يبقى فيه ظبط وربط. هو سبب اللي حصل ايه؟ ان الدنيا اتفككت من بعضيها. بالظبط. طبعا حضرتك كل واحد كل يعني كل شخص او كل لاعب ماشي بطريقته او بقانونه. تمام. ما ينفعش. تمام. ما ينفعش. الضمير الصحفي حاضر بنسبه كام في الوقت اللي حضرتك موجود فيه دلوقتي؟ الضمير الصحفي مع ما بين الزملاء الكبار وجيل الوسط يعني بيتعدى 75%. فعلا؟ يتعدى، بس طبعا ايه ما باليد حيله. زي ما بيقولوا ايه ما باليد حيله، النهارده الجرايد عايزه تنشر، عايزه فرقعه، عايزه، فالنهارده في ناس بتقبل اي موضوعات واي شغل جدا على والمواقع بالزبط. وده بيبص على ده وده بيجيب من ده وده انت اشمعنى اتكلمت من ده؟ تيجي مدرب يا كابتن انت اتكلمت، اقول لك والله ما اتكلمت. طب انفي الكلام ده، لا ما تنفوش. طب ازاي؟ طب حضرتك طب قول لي كلمتين صح اتكلمهم. طب حضرتك ما ده غير صعوبة ان انت ممكن تلاقي مدرب يرد عليك بالتليفون على طول، ان انت تروح تقابله. دي حاجات بقى ايه يعني، دي حاجات بتبقى بتحدد مدى علاقة الصحفي بالمصدر بتاعه. بالزبط. يعني الكابتن حسام البدري انا بطريقة او باخرى الحمد لله ربنا وفقني، توفيق بتاع ربنا، هنا الحظ او التوفيق او العلاقة. اعرفه طبعا من ايام ما كان لاعب وخد فترة عمل خارجية في افريقيا. يعني بالعكس بس كمان ده انا من مصلحتي او من ذكائي ان انا الاقي إن واحد الاقي واحد إن مثلا الاقي واحد كده. اتكلم مع واحد عنده ضمير وعنده خبرات بالظبط، هيعرف يبقى امين على الكلمة اللي انا بقولها. انا بقول لحضرتك وقتها الكابتن حسام قدر سعي وقدر المكالمة، كانت بعد صلاة الجمعة كان راجع لسه من كندا. تمام. هو على طول ما جبتوش انا من هو ما ردش عليا تليفونه معايا ما ردش عليا، بس انا عرفت اجيبه عن طريق يعني شخص اخر. خدت من حضرتك قال له ده فلان اللي بيكلمك رد عليه، لقيته هو اللي بيتصل. انا ما صدقت، انا يعني ملت معاه الحمد لله بفضل الله، يعني حديث كان محترم جدا في اخر ساعه. جميل قوي. هو قلت له هتتكلم مع حد؟ قال لي انا مش هتكلم مع حد. جميل قوي. ما تنشرش حاجه كمان. قلت له لا انت بتتكلم، دي بقى هنا الايه الود ما بيني وما بين المصدر بتاعي. بالظبط. قال لي يا سيدي ايه انشر اللي انت عايزه. تمام. ابتديت ان انا اتكلم الكلمات الاولى بتاعته اللي هو قالها بعد كده، كان يوم اربع او خميس في مؤتمر صحفي او حاجه. احسن فتره حضرتك عاصرتها كان الضمير الصحفي فيها عالي قوي؟ هي فتره التسعينات. التسعينات كان بنسبه كام؟ يعني نسبه عاليه جدا، وفي اساتذه كبار جدا كانوا موجودين ونتعلم منهم وما زلنا. طب حضرتك كسرت المواقع اللي خلت الضمير ينزل شويه ولا مش حكاية ينزل؟ هي هو السعي والجري ورا رؤبة العيش جنن الناس، ظروف الناس أو ظروف شباب الصحفيين اللي طالع دلوقتي، وفيهم مجموعة فوق الوصف 10 على 10 في فعلا. لا 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 لا، ناس أدب وأخلاق وعلم ومسايرة ومواكبة للتطور ومتابعة جيدة جدا جدا، شباب يعني. تأثير الصحافة على الثقافة العامة للمواطن بشكل عام يعني المفروض بنسبة كام؟ لا طبعا النهاردة ما فيش حد بيقرا للأسف. للأسف. اللي بيقرا من زمان هو اللي بيقرا دلوقتي. طب حضرتك طب شايف اللي اتعود على القراية هو اللي بيمسك الجورنان أو بيمسك الموقع أو بيمسك الشيء أو بيقعد قدام التلفزيون عشان يبص ويتعلم ويعرف الخبر فيه. طب إيه اللي حصل يا أستاذ كمال؟ هل قلة ثقة بين اللي بيقرا او بين الجمهور والصحفي، ولا هل ان خلاص بقى الناس مشغوله دلوقتي مش بيقرا كتير؟ هي انشغال، هي انشغال طبعا، انشغال مجموعات، زائد ان نسبه عاليه جدا من الشباب ما بيقراش خالص، هو بيكتفي ان هو بيسمعك او بيفتح الراديو بتاع العربيه او
بيروح ماتش كوره بيشوف زميله بيقول ايه، مفيش حد بيقرا، الكبير هو اللي بيقرا. يعني في ناس لغايه دلوقتي يقول لك لا لازم اجيب الاهرام، لازم اجيب الاخبار، لازم اجيب الجمهوريه، لازم استنى الجمهوريه بالليل زي زمان. هو هو لغايه دلوقتي بيقرا جورنال. طب نجيبهم تاني ازاي؟ تجيبهم بالمصداقيه. بالمصداقيه يعني انا بشوف ناس الصدق. بشوف ناس على وسيله من وسائل التواصل المفروض ان هم صحفيين، لما بدخل اسمع انا ما بقدرش اكمل بصراحه دقيقه حتى. ده طبعا الاسلوب. اه طبعا، بس عليه كميه ناس بتتفرج عليك كبيره جدا. ما هو ده للاسف احنا الممنوع بيقولوا عليه مرغوب. حتى بحضرتك يعني اللي بيحصل ده يعني لابد من نسفه، ولازم يبقى فيه كنترول من الدوله نفسها. لازم من الدوله ده طبعا، الرقابه والدور اللي حضرتك فيه قانون. في قانون في قانون بيحمي حضرتك وانت قاعد دلوقتي وبيحميني وانا قاعد. القانون ده بيتطبق ولا ما بيتطبقش؟ احنا ما بنطبقش قوانين. ما بنطبقش. لا لا قوانين. يعني هو المفروض ان اي واحد بيدخل يعمل فيديو على اي وسيله من وسائل التواصل يتكلم ويكلم الناس ويتكلم في الرياضه ويتكلم في مش عارف في مين وده عمل ايه في ده وده حضرتك عمل إيه ده. ما ينفعش. ما كل الدول اللي حوالينا ما بيعملوا الحاجات دي كلها. طب ليه حضرتك ما بتدوسوش في القصه يا دي؟ يا باشا بنكتب وفي هيئه الصحافه والاعلام والكلام ده كله، في لجان رقابه وفي تقارير بتتعمل، بس فين التنفيذ يا فندم؟ ما هو التنفيذ، فين التنفيذ؟ ما انا اقول لحضرتك القوانين كتيره جدا. ما يعني مصر مليانه قوانين في جميع المجالات. عشان كده بقول لحضرتك انا بشفق على الناس اللي عاشت زمن نظيف وهواء نظيف وقلم نظيف وعاشوا يعني في اجواء يعني صحية. النهارده احنا تعودنا لما كان يجي لي اي موضوع او اي حاجه كنت بحضرتك زي ما اتعلمنا من اساتذتنا، انا بعرف الكابتن بيكتب ايه، عينيا بتروح على الكلمه اللي انا مش عايزها منه، لقيتها لا مثلا يعني ما لقيتهاش خلاص الدنيا مشت. النهارده كله غلط. بالظبط كله غلط. بالظبط هو مش همه خالص، سواء الصحفي او ما فيش رقابه، او الراجل اللي بيتكلم او الراجل اللي بيردد او اللي قاعد بيطبل لفلان ولا علان. كله شغل. وللاسف الناس بتاثر بيهم كتير جدا. ما انا بقول لحضرتك ايه اساسه ايه؟ ان هم مش موافقين. ممنوع مرغوب. خد بالك الممنوع مرغوب. ليه؟ عشان بكره الصبحيه نتكلم شفت فلان قال ايه؟ شفت فلان عمل ايه؟ حتى لو الخبر مفبرك. ايه يا جماعه؟ بنتكلم اي كلام. انت قاعد انا اسف يعني. قله ثقافه بس كمان. ده قله وعي وقله دين. قله دين. موضوع كبير. لا موضوع جامد جدا. موضوع كبير قوي. خدت بال حضرتك يعني في جهات كتيره بتراقبنا. احنا مش متراقبين دلوقتي نتكلم صح ولا غلط او اسف مفروض. بنعتدي بالقول او على حد. لا في حيز، في حيز تتكلم فيه. بالظبط. هو ممكن انك انت توصل اللي انت عايزه ب 300 طريقه غير طرق السب والقصف والتهكم والالفاظ. الالفاظ اللي المفروض ما ممكن ما احنا اتعلمنا كده. تاخد الموضوع مظبوط وتظبط قدامك، وفي واحد له عقل بيفكر في كلامك وبيتمعن فيه. اتفضل. بتشوف النقد الموجه ازاي؟ يعني انا هركز مع حد عشان اخد منه حاجه. لا طبعا دي ما اقدرش اقول اللفظ يعني. كتير الموضوع؟ لا 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 على فترات. وللاسف ان الـ 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 الطرف الثاني في المعادله هو اللي بيساعد على كده لضعاف النفوس. تمام. تعال نروح بقى لحاجة إيجابية شوية. اتفضل. نطلع من الجو السلبي اللي احنا أنا آسف إن أنا عطلت في لا 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 في المجال الصحفي لازم أستغل حد زي ربنا يخليك عندي خبرات كبيرة بتشرف بيك ومنور طبعا القناة ومنور جمهور أكيد. تعال نتكلم عن المنتخب الأولمبي والإنجاز اللي عمله وأنا قلت عليهم كتبت عليهم كده عندي إن هم مش رجالة دول رجالة ونص. تمام. شفت الحالة دي إزاي؟ و جت منين الحالة اللي هم عملوها دي؟ لو اتكلمت عن المنتخب الاولمبي انا بقول ان الشباب دولت ولادنا كان عندهم قوه واصرار وعنده حاله في نفسه مكبوته ان هو من شهرين ولا من ثلاثه شاف اللي حصل للكره المصريه في بطوله كاس الامم الافريقيه اللي مصر نظمتها او اللي احنا سعينا وجبناها لغايه مصر عشان نعمل شو حلو يمشي ويواكب التطور اللي احنا ماشيين فيه كدوله. جميل. فحصل اللي حصل. جميل قوي. حصل اللي حصل. فالناس دي كان عندها غصه جامده. الاولاد دول حاسين
الشباب دول عندهم خبرة على فكرة، خبرة في التعامل، خبرة في قراية المدرج عايز ايه والناس عايزة ايه. فدي الحاجة الأساسية، ان دول مجموعة من الشباب اجتمعوا على هدف واحد. جميل قوي. التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. أكيد. حتى بالحضرتك هم قدم عليهم، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، معاهم مدرب. معاهم شوقي غريب. شوقي غريب مش غريب عن الكرة المصرية. سواء كلاعب الحمد لله راجل نجم، راجل له سيطرته، سيطرته ايه؟ سيطرته الفنية يعني. في حاجة في يعني بيفكر مظبوط، متعلم صح كورة، له تجارب إيجابية مظبوطة، ابتدى إن هو يشتغل عليهم. شوقي تقريبا بقاله ما يقرب أقل من سنتين مع الفرقة ديت أو مع الناس دي. بالظبط. فبيراقب من فبراير 18، فبيراقب وبيتابع وبينقي، بدليل إن هو منقي حوالي من 12 ل 13 نادي المجموعة بتاعته. مش إنه أخد من أندية كتيرة معايا حضرتك، كان المفروض ان هو يقلل، لا ده بالعكس، ده هو اخد عشان الانديه مليانه. تمام. يعني الاهلي مليان لعيبه اكتر من كده تستحق انها تنضم للمنتخب الاولمبي. الزمالك نفس المساله، لو دور في الاسماعيلي هيلاقي لعيبه اكتر، في المصري هيلاقي اكتر، فهو وسع برضو قاعده الاختيار بتاعته. تمام. فكان موفق الى حد كبير جدا في المساله دي، بالرغم ان برضو البرنامج التدريبي ما ساعدوش قوي، انما هو قدر ان هو يسيطر بايه؟ برفع المعنويات. وهو طبعا استاذ في الحته دي زي حسن شحاته، اتعلم طبعا، بيعرف يوصل للاعب. لذلك هو اخذ افضل حاجه ممكنه، اخذها من كل لعيب. بالظبط. بدليل انك انت الناس احنا كسبانين 1-0 في المباراه النهائيه دقيقه 70، حصل هبوط شويه في مستوى اداء اللعيبه. ليه؟ نتيجه الجهد الجبار اللي هم بذلوه. ابتدوا الفرقه المنافسه سهلاك تلعب علينا كوره ايجابيه، ابتدت الدنيا تتفتح، جه الهدف قبل النهايه بدقيقه واحده، اللي هو الهدف بتاع بالظبط كوديفوار. ابتدوا الاولاد يستعيدوا نشاطهم تاني. طبعا انا مش عايز اقول قله خبره على توزيع المجهود، طبعا في حاجات فنيه المدرب هو اولى ان يتكلم فيها، يعني الفنيات. تمام. المدرب هو اولى واحد يتكلم، هو عارف طبعا. تمام. التغييرات بتاعته ايجابيه سلبيه، هو فاهم. تمام. فطبعا مجموعه المنتخب الاولمبي دول بذره نقيه جدا. المفترض احنا فرحنا، المفروض بعد ما خرجنا من استاد القاهره انتهى كل شيء، يبتدي كلجنه انقاذ كروي اللي احنا بنتكلم عليها في اتحاد الكوره ديت، يبتدوا يشوفوا الشغل ويدعموا الراجل ده ازاي ويدعموا الفرقه دي ازاي. وسلبياتنا كانت ايه وايجابياتنا؟ يقعدوا يتكلموا بقى. انا افراح بقى خلصنا. بالظبط. احنا اولمبيات، هنروح اولمبيات، احنا مش عايزين نروح نفرح هناك ونعمل المشاكل اللي حصلت في كاس العالم. ان احنا لسه بنروح بنحتفل بكاس العالم في روسيا، مش هنروح نحتفل بالاولمبيات في اليابان، لا احنا عايزين نروح نصمم ان شاء الله على ميدالي. واحنا اللي شفناه ان اللعيبه دي ممكن تعمل حاجه، ممكن تعمل حاجه كويسه جدا. يعني اللعيبه دي زي ما تقول ايه، انت بتجري وراها. لا ده النهارده لما الدوري يشتغل، الدوري ده حكايه حدوته ثانيه، ما كل اللعيبه دي من ولاد الدوري. تمام. ولاد بطوله الدوري. تمام. رمضان صبحي بيلعب في الدوري المصري من سن 17 سنه. تمام. مظبوط. النهارده عنده كام؟ 22 سنه، يعني عنده خبره 5 سنين في الدوري. في الدوري، يعني الدوري نقطة انطلاق للمنتخب الأولمبي. جميل. يعني أخذنا كل الجوائز، الهداف وأحسن لاعب وأفضل حارس وأحسن مدرب. تمام. ترجمة للي كان بيحصل. في بعض الآراء بتقول يا أستاذ كمال أصل كان في تعاطف شوية من الحكام، أصل مش عارف إيه، أصل لا لا لا، النقط دي ما النقط دي الكرة مفتوحة قدامنا ولعب. ده بالعكس، ده الراجل بتاع الفاينل ده تعب أعصابه في بعض قرارات عكسيه، في فاولات على الخط والكلام اللي حصل ده. لولا تفوق اللعيبه طبعا وقبلها توفيق ربنا سبحانه وتعالى، كانت تحصل مشاكل بقرارات عكسيه تماما. الجمهور ده احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا تطبيق القانون.
الجمهور ده هو القانون. الجمهور هو روح اللعبة، هو أساس اللعبة. شفت الشكل كان عامل ازاي؟ شكل النهاردة روعة. النهاردة انت بتدخل وعملت رقم جديد كمان عالمي، 70 و80 ألف في المدرج، 70 و80 ألف ولا 75 ألف متفرج في المدرج، بيخشوا مرة واحدة وبيطلعوا مرة واحدة. انت قادر انك انت تعمل كل حاجة صح، بدليل انك انت في ماتشات كاس الامم الافريقية عملت صح وجمهور كتير حضر ودخل. الماتشات المنتخب الاولمبي خاصة المباراة النهائية زي ما احنا شفنا كل واحد قاعد بتذكرته في مكانه في منتهى الادب والاحترام، فانت قادر، انت قادر. النهارده لازم لازم المعادلة بتاعت الجمهور او المشكلة بتاعت الجمهور في مباراة الدوري، لا ده هو ده الوقود بتاع المباريات بالظبط، وقود المباريات، وقود اللعيب. اللاعب ما ايه هو الجمهور بيسقف له وهينجح ويحل الدوري، هو عايز كده، هو عايز كده. اللعيب اتعود على كده ونشأ على كده، ان في جمهور بيتفرج عليه، الاه دي ليها معنى عند الجمهور. اللعيب بيقع وبيقوم بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبتشجيع الجمهور نفسه. فالنهارده لازم كان في ضوابط بالنسبه لدخول الجماهير، لازم الضوابط دي يعاد ترتيبها تاني من جديد على مستوى الدوله. الدوله لازم يكون لها يد اساسيه مش بعيده. احنا النهارده شغالين تطوير في كافه المجالات. النهارده الكوره لا تقل، لا تقل الكوره كسلعه وكاداء وكاستثمار لا تقل عن اي مشروع بيتعمل في الدوله. فلازم ده من اكبر المشاريع بالظبط كده. فالنهارده انا بعمل طرق مصر النهارده حضاره تانية خالص في مساله الطرق الممتده، مساله العاصمه الاداريه الجديده، مسائل التعليم ان شاء الله والصحه، الجلاله العالميه. الرياضه بقى، الرياضه دي لازم تاخد حقها. انا مش عارف ادخل 10,000 متفرج، احنا نعرف نعمل اي حاجه في مباراه، مش ممكن. احنا نعرف نعمل اي حاجه بصراحه طبعا، بس طبق القانون، تطبق قانون حضرتك. تمام، اي واحد يغلط يحاسب. تمام، يحاسب. وبعدين احنا عندنا تلفزيون فلان الفلاني ما ممنوع من دخول المباريات مثلا. الموضوع سهل. موضوع سهل جدا، موضوع سهل. تعالى نتكلم بقى، يعني جه الوقت اللي نتكلم فيه في الثلاث لعيبه اللي ممكن يدخلوا مع الكابتن شوقي غريب من المنتخب الاول او من اللعيبه اللي تعدت 23 سنه. تمام، شايفهم مين؟ ما انا مش عايز احدد حد، هحدد هحدد ماشي. اولا هي امنيه اي لاعب المرحله الاولمبيه بالظبط، مظبوط. النهارده الكابتن شوقي اختار 20 22 23 او القائمه الاساسيه بتاعته، فكل لعيب بيحلم ان اسمه يكون موجود في هذه القائمه. اكيد تاريخ. ف يعني انا بشدد على المساله ديت ان انا مش عايز اخد نصيب حد لصالح حد تاني، الا اذا كنت في اشد وامس الحاجه للعيب دوت. ربنا وفق الكابتن محمد صبحي اللي هو حارس المرمى وقاتل ببساله وشجاعه عن مرمى. ممكن ان انا استعين بحارس مرمى اساسي صاحب خبره دوليه كبيره ان هو يساعد في المرحله اللي جايه. تمام، انا شايف ان خط الدفاع برضه في حاجه لعمليه القلب يعني. تمام، زائد خط النص لازم برضو لعيب، بالرغم ان اكرم والمجموعه بتاعته يعني عاملين شغل فوق الوصف. اكرم توفيق كان لعيب يعني هايل. في لعيبه خططيه. معنى كده ان حضرتك مش ما بترشحش حد في خط الهجوم؟ لا 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 لا، خط الهجوم انا اثبته على كده. حتى لو محمد صلاح؟ والله كابتن محمد صلاح انا يعني التلامس معاه مع الفرقه القوميه يعني بيعمل كثير من الازمات، مش عارف ليه لغايه دلوقتي. يعني كنت اتمنى ان هو كان يبقى الجمهور رقم واحد هو في المدرجات في المباراه النهائيه الاخيره، كنت اتمنى هذا الكلام بالرغم من اصابته والكلام ده كله. وانا عارف انه كان تقريبا جه المنتخب قبل الماتشين بتوع كينيا وجزر القمر ده تقريبا، ما اعرفش حضر او يعني كان هو مصاب. طبعا كان موجود ومصاب. كان موجود ومصاب. يعني كنت اتمنى برساله او بحاجه زي كده يعني حتى المرحله الاولمبيه دي.
في أي تلامس مع النهاردة المدير الفني الألماني كلوب مطلع تصريح قد كده؟ لا محمد صلاح مش هيخو، ما فيش مرحلة أولمبية وما فيش الكلام ده كله عشان عندنا فترة إعداد. أنت بتسبق، أنت خدت رأي محمد ولا محمد اللي اتكلم معاك ولا اتناقشتوا مع بعض بالسلب أو بالإيجاب؟ بس لو طلب للمنتخب الأولمبي مش هيقول لأ محمد؟ طبعا طبعا مش هيقول لأ، هو كان كاتب إن هو يعني من أحلام حياته إن هو يلعب طبعا طبعا. أنا بس أنا أفضل إن إيه محدش يجور على حق حد خالص خالص. يعني النهاردة عندك مصطفى محمد، اسمه مصطفى مصطفى محمد. طبعا راجل نجم، والماتشات بتاعت الدوري هتثقله اكتر، ماتشات التجريبيه هتثقله اكتر، لا غنى عن اي لاعب يخدم منتخب مصر، بس لا اجور على حق حد لصالح حد تاني. طب تعالى نشوفها من ناحيه تانية، احنا بنحدد اسماء بناء على الاهداف اللي حضرتك بتقول في لجنه هتقعد عشان تحددها احنا عايزين ايه من الاولمبياد. كويس، هنروح نلعب وتمثيل مشرف واللي احنا زهقنا منه قبل كده طول حياتنا؟ لا لا لا، ولا هنروح نعمل حاجه مشرفه لمصر فعلا؟ تمام، ولا هنجيب مركز من المراكز الثلاثه؟ النهارده انا بشوف هو بناء عليها هنستعين بالاسماء اللي هتدعم المنتخب الاولمبي. يا كابتن حضرتك لعيب كوره وعارف وعشرات السنين في الملاعب، انا في لجنه او في اتحاد كوره، دي ناحية إدارية بتساعد الراجل الفني اللي قاعد لابس شورت وفانيلا وبينزل الملعب. تمام. تقول حضرتك. تمام. لجنة الإنقاذ أو اللجنة المؤقتة هي دورها تنفذ طلبات الكابتن شوقي غريب دون تدخل في تحديد أي اسم من الأسماء يدخل المنتخب الأولمبي أو لا ينضم للمنتخب الأولمبي. تمام. هي مسؤولية الكابتن شوقي غريب، هو عارف ولاده، هو عارف قدراتهم، هو اللي يقدر يقول آه أو لا. تمام. طب حضرتك بل بالعكس بقى، النهارده لازم تدي الاولاد دول فرصه مع المنتخب الاول. المنتخب الاول احنا ندعم دول ببعض من لعيبه المنتخب الاول في مشوار المنتخب الاول. تقريبا المنتخب الاول عنده حاجه في مارس، تصفيات كاس عالم، كاس عالم في مارس، هم دول الاساس. يعني دول على الاقل تختار منهم سته اساسيين او سبعه اساسيين كمان، والمجموعة التانية هتختار منها اللي هي المنتخب الأول، هتختار منهم المجموعة اللي هي إيه بتدي كورة. طب شايف المنتخب الأول إزاي؟ المنتخب الأول إحنا ما زلنا شغالين بعملية فرض الأمر الواقع. اللي هو إيه يعني؟ بمعنى؟ إن في لعيبة كابتن، مش أنا اللي بتكلم، ده الشارع اللي بيتكلم، المفروض أصبح مرفوض النجوم او اللعيبه. طب وايه اللي يخليني انا كمدير فني يتفرض عليا لعيب او انا اجيب لعيب مفروض عليا؟ والله ده هو، مش عايز اقول كلهم بينشنوا في الناحيه دي، ما اعرفش ليه. يا سلام. يعني في ناس كتيره خدت فرص كتيره جدا بدون ذكر اسماء طبعا، والمحصله لا شيء. طب حضرتك شايف ان في مصر لعيبه الاول كده عشان نتفق؟ طبعا طبعا في مصر لعيبه، يعني سهل قوي نعمل منتخب اول ليه قوام كبير طبعاً جدا وقوام ناجح. بس انت عايز فتره، انت عايز فتره، عايز ماتشات يا كابتن، عايز دوري منتظم، بطوله الدوري لازم تكون منتظمه. النهارده انت الدوري اجازه، حضرتك عايز تخطيط، عايز حد يخطط. تخطيط مدى على مدى طويل. انت حضرتك النهارده اللعيبه بتاعت ولاد شوقي غريب، منتخب الاولمبي، منتخب المصري الاولمبي، سنهم قد ايه؟ 22 23 سنه، ده اقصى حاجه. في ناس 20 سنه، يعني قدامه ان شاء الله 10 سنين يدي 10 سنين يدي كوره صح. بالظبط، طالما هيتدرب وطالما هيتخطط له تخطيط مظبوط يبقى معاه مدرب كويس. بالظبط كده. تمام. ال 10 سنين دول هيطلع احسن منهم كمان. طب خلي بال حضرتك، مدرب التخطيط غير مدرب اللي هو الفني. لا، هو المدرب واحد. كويس. انا بس في مدربين بقى اللي هو يخطط لي 3 4 سنين. كويس. وفي مدرب اللي هو بتاع مرحله اللي هو 5 6 شهور سنه بالكتير قوي. ما احنا مشكلتنا ان احنا ايه، بنشتغل مستعجلين يا كابتن. طب لا، سؤال حضرتك، خلي الكابتن حسام من مدربين اللي هم اصحاب المدى البعيد ولا اللي هو سنه ينفذ حاجه وخلاص؟ لا، ما ينفعش ينفذ حاجه يا حسام. الفتره اللي احنا فيها دي ما ينفعش ان هو يجي ينفذ لمهمه وسلام عليكم لمده سنه، ما ينفعش. ما ينفعش. هل هو قادر ان هو يخطط؟ ممكن يخطط، ممكن يخطط باداء علمي مدروس، بخطط مفهومه، بخطط معروضه وقابله للمناقشه. خطط معروضه. هل احنا عندنا بقى الخطط المعروضه؟ لا، محدش بيعرض حاجه. طب ليه؟ ملفات سريه كلها. مش المفروض يعني حضرتك لو رحت للجميع. لا، حضرتك لو رحت فتحت اي درج من مكاتب اتحاد الكوره عند الكابتن محمود سعد او المديرين الفنيين لاتحاد الكوره قبل كده، هتلاقي عشرات الملفات وعشرات الخطط.
اي اتنين بيلعبوا كوره وبيفهموا كوره هيحط حتى سطور خفيفه في التخطيط الصح. مش كده؟ اه مش بقول لك يعني هيعملوا، لا العالم كله شغال كده. مصر قبل كده جابت كرامر في فتره من الفترات، كان فايتس الالماني كان جاي النادي الاهلي فتره وبعد كده ما اشتغلش فقعد يحاضر شويه على اساس يحط ايه؟ يحط بلان معين، ما استفدناش من الكلام ده كله. طب حضرتك يا يعني وكتير من الاخوه هيدر جوت ما جه عشان يخطط للكره المصريه. اصل لازم يبقى في بلان. اه لازم بلان، لازم بقى انت شغال لو عايز انجح، يعني لو عايز انجح يبقى عندي بلان. انت حضرتك شغال ايه يعني؟ يلا بينا بكره. ما ينفعش. ما احنا عمرنا ما هننفع كده. اه عمرنا ما هننفع كده. يمكن بعض الانديه على راس النادي الاهلي يمكن ان في سياسه الايه؟ التخطيط بعيد المدى شويه، او في نظره بتبص، او في راي ما شاء الله طبعا. اه او في راي، او في راي بيناقش مش راي بيفرض. في راي بيناقش. تمام. وصاحب الراي بيستمع. هي الميزه هنا كده. اكيد اكيد. العيب في المنتخب الاول فين؟ يعني حط لي ايدك على العيوب، انا لازم حضرتك موجود معايا عندك خبرات طويله جدا. اتفضل. قول لي العيوب اللي حضرتك شايفها في الفريق الاول المنتخب. لعيب المنتخب الاول اللي هو اللعيب المحلي او لعيب الدوري العام مش مركز. مش مركز. بمعنى ايه يا استاذ؟ بمعنى ان هو النهارده واخد الكوره طبعا اكل عيشه. ومهتم بالعقد بتاعه هينتهي امتى ويبدا امتى. مهتم بوكيل اعماله. كل الحاجات دي بتبعده عن تركيزه يا كابتن. طب ما انا عندي منتخب اولمبيا هو حاجه صوره تانية خالص. ما حضرتك دول لسه، ده ربنا يستر. ما احنا لازم بقى ايه؟ نتعلم من اللي فات. الاولاد دولت لازم يبقى في علاقه بين المدرب والنادي، بين المدرب الاساسي، بين شوقي غريب والناس اللي هي الناس المسؤولين داخل الانديه. خدت بال حضرتك النهارده تحذيرات، اوعى يا فلان وكيل اعمالك يجيب لك ايه؟ اوعى انت مش عارف ايه؟ ابتدت نغمه التهديدات لبعض اللعيبه انك انت ما تفكرش انك انت هتسيبني. اللعيب طب ده في الانديه طبعا. الانديه طبعا لازم يقع. ده النهارده، ده النهارده. ده احنا لازم نشجعه. آه ان هم لازم اشجعه والله. ده انت لو جات لك فرصه طبعا انت تخدم نفسك، هتخدم النادي، هتخدم البلد. البلد اولا طبعا. بالظبط. انت هتخدم نفسك وتخدم النادي بتاعك. بالزبط. مش هتطلع ببلاش. زي تجربه محمد صلاح. زي تجربه محمد صلاح طلع منين؟ اتشاف صح، اتخطط له صح، طلع وتدرج صح. هو كمان شخصيته احترافيه. هو شخص بالظبط كده. تفرق كتير جدا. في غيره برضه نجح معاه وفي غيره. يعني في ناس لعيبه كتير كده سافرت لكن ما نجحتش. ما نجحتش. شخصيتها الاحترافيه طب معدومه. طب مش موجوده. في لعيبه لعبت في 7-8 انديه. بالظبط. وكانت قد محمد صلاح على فكره. بالظبط. وزياده. بالظبط. وزياده بس طبعا التفكير. مين من لعيبه المنتخب الاولمبي اللي لفت نظر حضرتك قوي؟ هو طبعا في احمد ياسر ريان كلاعب تكتيكي، راجل حافظ، راجل بينزل بينفذ حاجه معينه، بيسمع كلام مدربه كويس جدا، بيختار اماكن في الملعب 10 على 10. وانا كنت متابعه في ماتشات الدوري. جميل. طبعا مصطفى الهداف حاجه جميله جدا. تمام. في الراجل بتاع المصري اللي هو كريم. كريم. كريم العراقي ده برضه لعيب فايتر، كل مكان بيلعب فيه وشاطر وفاهم، فاهم اداء دوره. ومعظم اللعيبه يعني فاهمين. رمضان اكرم توفيق شفتهم ازاي؟ اه طبعا رمضان ده قصه ثانيه. اه قماشه ثانيه خالص. بس طبعا عايز يتحط تحت الملاحظه. تحت الملاحظه بمعنى ايه؟ هو الراجل 10 على 10 فاهم ان هو راجل فوتبولر حياته كوره. بيلعب كوره بمزاج عالي قوي. من 7-8 سنين اتفرجت عليه وهو صغير. وعلى فكره هو من المنطقه اللي انا فيها كنت زمان يعني. تمام. فكان ناس كتيره بتشاور عليه وهو لسه طفل صغير قبل الاهلي ما يرعاه. اكرم طبعا لعيب مجتهد جدا. هو هيجي مع الايام، هيجي اكتر من مع الايام اللي جايه في ماتشات الدوري. في كان الوينج ما هو اللعيبه بصراحه في المجمل عشان احنا ما ننساش. لا 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 حاجه حلوه قوي. حاجه حلوه صحيح. تمام. امكانيات كويسه جدا. واللي عجبني ان في باور او في جهد وفي مخزون
في مخزون قتالي عند اللعيبه. اصرار زي ما حضرتك بدات في اصرار في حاجه هم نازلين يعملوها. النهارده ما فيش لعيب عندك بيرجع للماتش تاني، لعيب بيتخطف خلاص وقف السمر، لا ده في خبره هنا او في او في روح او او في لينك بين الشباب في الملعب بطريقه غير مباشره، هوب هوب خلص نفسك. جميل جميل، تعال نروح لملف الدوري عشان الوقت بدا يسرقنا خلاص. اتفضل. الاهلي بكره ان شاء الله هنشوفه مع الجونه، بعد اربع ايام ان شاء الله يوم الجمعه هنشوفه برده في ماتش افريقي. طبعا المهم احنا 30 يوم دلوقتي او 31 يوم تقريبا الدوري اتوقف. بالظبط. اكيد الجهاز الفني بقياده فايلر السويسري يعني حاطط تخطيط او نظم نفسه الفتره اللي فاتت دي كلها. طبعا في اصابات كتيره، ربنا يشفي جميع اللعيبه. طبعا هتبقى المهمه انك انت بتبدا من اول وجديد تاني، ودي طبعا بتبقى مهمه ثقيله، انما طبعا الاهلي مطلوب منه او الاهلي بيلعب على دايما على الفوز او بيلعب على بطوله زي ما بنقول، فطبعا بيأدي اكتر ما عنده. اي 11 لعيب في الاهلي بيقوموا بالدور مطلوب. الجونه كمان تحديدا بس كمان فرقه معظمها من لعيبه الاهلي لكن ممكن ما يشاركوش يعني، لكن فرقه عندها امل كبير جدا انها تعمل حاجه في الدوري السنه دي. مظبوط. بيلعبوا كوره معاهم كمان مدرب عالي، معاهم حسام غالي، معاهم رضا شحاته. يعني عندهم منظومه، يعني عندهم عندهم تشجيع نفسي. بالظبط. ان هم يظهروا بعدين النهارده مع اي لعيب زي ما حضرتك عارف او اي فريق ما بيظهرش الا قدام مين؟ اللي قدام الاهلي. هو موضوع الاهلي ده بيفضل كل طبعا بتبقى قبل ما يروح انت انت كفريق بتبقى محمل، كاهلي بتبقى محمل انك انت بتواجه يعني في عناد وفي قوه اقصى طموحات واقصى فورمه. ان هو عايز يظهر قدام النادي الاهلي وقدام جماهير النادي الاهلي، والاهلي مطلوب منه انه يحقق الفوز ان شاء الله. طبعا السباق لسه طويل، سباق الدوري ده يعني لسه بدري خالص. لسه بدري طبعا خالص طبعا. الاهم افريقيا كمان وكل النجم الساحلي بتستنى النجم الساحلي اكيد 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 الجهاز الفني درس الفريق المنافس دراسه كويسه جدا، وفايلر طبعا معاه جهاز معاون على اعلى مستوى، وافهم ان هم كل واحد له قرار ما بينه وما بين نفسه، وفي الاخر بيصب عند المدرب الراجل متفاهم في الحته ديت، فبيشتغلوا يعني بنظام المجموعه والقرار عند المدرب السويسري. طبعا هنخش بقى في المرحله بتاعت ايه توالي الايه توالي المباريات والكلام ده كله. لو اللعيبه جاهزه ان شاء الله والعدد العدد بالقدر الكافي فبيبقى طبعا والروح والكلام ده، فدي بتدي ايه بتدي المدرب امكانيه التعديل والتغيير في امكانيه اللعب قدام اي فريق. جريدو المدير الفني اللي هو بقى جديد في النجم الساحلي اللي كان ماسك الاهلي قبل كده. أيوة. هل ده ممكن يزود من صعوبه اللقاء شويه؟ طبعا هيبقى فاهم هو كل حاجه او على الاقل هو فاهم نفسيا هو بيلعب مين. هو بيلعب مين؟ بيلعب فريق عنده روح عاليه جدا في الاداء، دايما بيبحث ان شاء الله عن الفوز. متفائل؟ جدا طبعا. لا الاهلي يروح لافريقيا لغايه فين ان شاء الله؟ لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نلعب النهائي هنا ان كان حسب ان شاء الله باذن إن شاء الله باذن الله. ارجع بيك تاني اتفضل. الادوار حضراتكم وتفاعلها مع الجماهير، هل المهمه بتختلف لما في وجود الجماهير؟ بتبقى صعبه تبقى سهله؟ اللي هو النقد الرياضي يعني مع الجماهير؟ الدور الصحفي عموما. طبعا انا النهارده لما حد بيقرا حتى لو بيعارضني، لو جمهور بيقرا وبيعارضني او بيناقشني زي ما كان بيحصل الاول باكثريه، ده حاجه بتفرحني انا جدا، ان انا بتشاف يا جماعه. ان انا الناس بتقرا لي، الناس بتعارضني او الناس بتوافقني، يا وانت مقصر في الحته اللي بيوجهني، يعني الجمهور بيوجه النقد الرياضي كتير جدا كتير جدا جدا. انتوا دايسين انتوا سايبين زي ما بقول لحضرتك، احنا في فتره من الفترات الفتره اللي فاتت كذا سنه دلوقتي مع المدرب الارجنتيني اللي مشي ده، ثم الراجل الاخراني، ثم الفتره الحاليه في لعيبه مفروضه. لا دي مرفوضه. انا بصراحه دي مرفوضه خلاص مرفوضه. انا شايف ايه اللي نجحني واعمله. بالظبط كده، دي لعيبه مرفوضه انتهت. مع احترامي ليها، هو على مستوى الانديه الخارجيه والانديه الداخليه يلعب كوره اهلا وسهلا، انما حته المنتخب القومي خلاص بقى لازم تفتح
الروافد والشرايين عشان اللعيبة الصغيرة دي تخش. وفي غيرهم المنتخب الأولمبي ده في منتخب بديل، أنا واثق من كده، في منتخب بديل. ودور هتلاقي في 18 سنة و20 سنة و22 سنة، هتلاقي لعيبة لا تقل. مع ان شخصيه الكابتن حسام يعني صعب ان هو يتفرض عليه، ما حضرتك مش واحده مش هيبدا فرد يا كابتن. هو جه لقى كده، هو حضرتك جه لقى كده، هيلاقي فين؟ لا في دوري كان اختيارات، هو جاي حضرتك في لسته محطوطه قدام منه في 40 في 50 لعيب بيتم اختيارهم خلال الخمس ست سنين اللي فاتوا. شيل فلان حط علان، شيل تركان اعمل بتاع، واللعيب بقى ضامن نفسه. وفي لعيبه بيقولوا على نفسهم احنا ترانزيت بنروح عشان نقسم، حضرتك طبعا لعيب كوره وفاهم معنى كلامي. في لعيب يقول لك انا باخد شنطه هدومي بروح المعسكر عشان اكمل التقسيمه او عشان الشكل، او عشان واحد باسبوره ضايع في فتره من الفترات ممكن يستدعوني من البيت. هتولعها في اختيارات وفي شغل لازم يحصل الايام اللي جايه. تهيألي الكابتن اتفضل. والكابتن حسام قادر على كده، على تخطي المرحله دي. تهيألي اكتر واحد فرحان بالمنتخب الاولمبي ممكن يكون الكابتن حسام بدري، لانه بياخد منه لعيبه كتير قوي. لازم يبقى في لينك جامد جدا واجتماعات يوميه بين الطرفين، بين حسام وبين شاوي. تقول حضرتك انا لا بقلل من ده ولا بكتر ده ولا بزود، لا دي كلها مصلحه مصر. اكيد النهارده مين اللي هيلعب منتخب اول؟ لا اختار الاصح واختار الاقوى عشان احنا في مرحله صعبه. الاربعه بنت اللي ضاعوا دول اكيد ان شاء الله نلم اوراقنا بسرعه كده ونظبط الدنيا كده ملمومه بامر الله يا رب يا رب. اخر حاجه هطلبها من حضرتك توجه كلمه لجيل الشباب من الصحفيين في الفتره اللي احنا عايشين فيها. دول طبعا معظمهم اقول عليهم ابنائي واخوات ليا، واهم حاجه المصداقيه والسعي وراء الخبر الصادق وراء الموضوع الجيد، وان محدش يستعجل. مش معنى ما تستعجلش انك انت هتنام والشغل هيجي لك لغايه عندك، لا المساحه مفتوحه والمجال مفتوح، بس دايما ادور على الحاجه المظبوطه، الحاجه اللي هي في صالح البلد، الحاجه اللي هي تعمل لك اسم. واسمك دوت، اسمك ده ما بيتكونش او ما بيتعملش او ما بيتخلاش في يوم، لا ده وليد صغير بيبتدي يكبر 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 مع كل شغل ايجابي انت بتعمله بصدق. اكيد انا بشكرك شكرا جزيلا واتشرفت بيك. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا ربنا يخليك. انا اللي اتشرفت. استاذ كمال عبد الخالق القدر الرياضي الكبير، شكرا جدا لحضرتك ونورت الاهلي الليله. ربنا يخليك. والقناه كلها. تعيش ان شاء الله اشوفك على خير قريب باذن الله. شكرا. دي كانت فقرتنا مع الاستاذ الكبير الاستاذ كمال عبد الخالق. بتمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي بكره في الجونه باذن الله، وان شاء الله في مباراه النجم الساحلي ايضا ان شاء الله الاهلي قدها وجود زي ما هو معودنا، والاهلي فوق الجميع. بشكركم شكرا جزيلا ومع الف سلامه.